نجيب كملوا بحاجات ديمو كتبتهم وانا نتفرج في الفيلم. بديت بحاجه ومن بعد رجعت لها في الاخر، انه هو بديت بالدعاء انه الكوفيد ينجم يكون عقاب للناس من نظره الدينيه، لكن هو بنظرته الانسانيه يقول انه الكوفيد عقاب زاد للانسانيه على الشر اللي عملته في الارض وفي المحيط. ما هذه حاجه من الحاجات اللي انا هكا لقيت ما بيناتهم تقاطع، معناها الدين وشخصية قيس تقاطعوا في انه الكوفيد عقاب. انا مانيش في ساعة اول حاجة، مانيش في مانيش بالكل زادة بالكل، انا كشخص ساعة في نظرية نظرية المؤامرة ساعة مانيش فيهم بالكل، هذا مش، وحتى كان عندهم معناتها كانوا وجود في الفيلم، راه وجودهم موجود. علاش وجودهم راجع؟ لانه ماشيين في اللوجيك اللي خداها ولا لابسيكوز اللي مشى فيها قيس، فهمت؟ قيس الساعة قبل كل شيء، فهمت؟ ولكن نعرفوا ليه نظرية المؤامرة موجودة، فهمت؟ بديت بالدعاء، هي هذيك جات فريمون في البوست برودكسيون، معناتها ما كانتش موجودة في السيناريو، ولكن فما نعرفوا اللي كان فما ديما دعاء في الوقت الكوفيد، دونك حبيت قلت النجم نبدا به الفيلم بوغ انونسي لا كولور، معناتها باش نقول هاول شنو الكونتكست نتاعنا، وهاو احنا شنو باردون شنو اللي وقتها اللي كنا نسمع فيه 24/24 وقتها في الجوامع. مثلا فما سيكونس اخرى كيف فما السيكونس اللي هو يبدا يغزر الفوق اللي هي مهمه برشا ليانا، وان سارتان مومون يجي نعمل انيفي، استدير تولي ليماج نتاعو تولي في وسط ليماج نتاعو في وسط ليماج نتاعو في وسط ليماج نتاعو في وسط ليماج نتاعو، ما عادش نشوفو عينيه، واللي ما عادش عنده راس بريسك بالكل كل شيء. دونك سي كوم سي ولا حبيت نعبر بها انه الانتيريوريزاسيون نتاع البيرسوناج ولا دوامه، معناتها ولا دخل في الدوامه، ومعناتها ولا اون بوك لانتيريور هي اللي كي لو ريجي، فهمت؟ اون ميم طون وشو في الصون عندنا دان كوتي عندنا القران، مش قران، الاذان، وعندنا لي كلوش لي كلوش لو كلوش ان كلوشي ديغليز يخدم معاها اون ميم طون، فهمت؟ سي اوسي سا راكونت اوسي كيفاش انه قيس في المومون هذاك يظهر لي ولا ماشي في، معناتها تقولش عليه شخصيتين في نفس الشخصيه، ومعناتها وتنجم تقول متناقلين مع بعضهم ولكن عايشين في نفس الشخص.